السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لاشان تاعي. ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. والحاجة راح نديرو تحدي تضحك تخسر هذه الايام، رابط صفحتي في فيسبوك موجودة في الديسكريبشن، بروحوا اشتركوا فيها وفعلوا زر التنبيهات باش يوصلكم البوست تاع المشاركة في سلسلة تضحك تخسر. المهم في هذا الفيديو انا عارف باللي الجنون والاشباح احنا كبشر ما لا نتمكن من رؤيتهم، يعني ما نتمكنوش من رؤية صورة الشبح ولا الجني، ولكن ممكن انه يتجسد، ممكن انه يصدر اصوات، ممكن انه يشعل نيران. لذلك خوتي خواتاتي راح نشوفوا خمس يوتيوبر عالميين بطبيعة الحال، يوتيوبرز عالميين معروفين في كل دول العالم، قاموا بالدخول في هذه الالعاب، يعني العاب استدعاء الجن الى اخره، وقاتلهم امور روحانيه في منازلهم طبيعه الحال. شوفوا معايا اخوتي اخواتي. في المرتبه الخامسه هذا اسمه فيز روك، يعني يوتيوبر امريكي بملايين المشاهدات، عنده تاريخ مع عنده تاريخ مع هذا الامور الروحانيه، يعني كانت عنده تاريخ، يعني لماذا؟ لانه كان يسمع اصوات غريبه في بيته، كان يشوف يعني التلفزيون يشتعل وينطفئ وحده في بيته، وكان يعني ظن بانه هذه الامور اصبحت تقع لانه لعب واحد اللعبه بطبيعه الحال بواحد الطلامس بواحد الامور الغريبه والروحانيه، وقام باستدعاء الاشباح. طبيعه الحال انتم عارفين باللي هذه الاشباح تستدعى بمجموعه من الرموز، مجموعه من الطلامس البسيطة جدا خوتي اخواتي، لذلك لا يجب العبث في هذا الدومين، ويجب عليكم تحسين نفسكم. بتقولوا اعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق كأبسط شيء خوتي اخواتي. طبيعة الحال يعني هذه اللعبة اسمها شارلي، وعندهم يعني لعبة الويجا، يعني هذيك اسبري كما احنا نقولوها في الجزائر اسبري. بطبيعة الحال يعني بعد ما لعب هذه الألعاب، بعد ما قام بهذا الأمور يعني تاع الاستدعاء، يقسم بالله أنه سمع يعني كلام في البيت، يعني سمع كلام غريب في البيت. Did some audio enhancement and it sort of sounds like the whispering is saying we're locked in or I'm over here. أوه، صديقه قام بوضع أجهزة لتسجيل أصوات، ويعني الصوت هذاك وش كان يقول؟ أنه نحن مسجونين ولا نحن محبوسين هنا، يعني يتكلم عن البيت هذاك. سبحان الله العظيم، just super creepy. يعني وشيء مخيف جدا. وصراحة يقول بأنه يتمنى لهذا اليوتيوبر أنه تتوقف هذه الأمور. طبيعة الحال هذا اليوتيوبر يعني قام باشتراء منزل جديد، أعتقد أن واحد من الأسباب اللي خلاه يخرج من هذا البيت هو هذه الأمور الروحانية التي وقعت لفيز روك. بطبيعة الحال الأمر ليس سهل، ويعني أصبح حتى عنده مشاكل في النوم إلى آخره، يعني ما هوش مأمن. شوف طريقة تحرك هذا القلم الرصاص، والعديد من الناس يقولون بأنه فيديو حقيقي وليس فيديو يعني خيالي. قلم الرصاص يعني نحن نعرف بأنه وزنه خفيف جدا، تحرك في هذه اللعبة، لعبة شارلي يعني بطبيعة الحال تجيبك يعني مجموعة من الإجابات، تحرك هذا القلم الرصاص، والله أعلم إن كان حقيقة أو كان مفبرك بطبيعة الحال. يعني يقول لهم أنا جد خائف باللغة الإنجليزية، وهذه هي اللعبة التي قلت لكم يعني يلعبوها من أجل استدعاء الأرواح. بطبيعة الحال هذه اللعبة تلعب في الحقيقة مع رسم مجموعة من الرموز، وهذه الرموز يعني هي تستعمل من أجل جلب الأرواح الشريرة. طبيعة الحال شريرة والأرواح يعني ليست شريرة. طبيعة الحال هذا لقطات من فيديوهاته لما اشترى ذلك اللوح، يعني لوح اللعب. طبيعة الحال حتى أثناء تصويره، يعني هذا اليوتيوبر يقوم بتصوير حياته الشخصية اليومية، وفي حياته اليومية يعني تقع من هذه الأمور. هاو يعني الآن هنا يعني بطبيعة الحال أعتذر، يعني حدث له أمر أثناء تصوير الفيديو. هذا يعني اليوتيوبر الثاني، يوتيوبر مشهور جو ويلر من انجلترا. هذا يضع العديد من الفلوجز، ويعني وبعض الاحيان يقوم بوضع فيديوهات من اجل الاكتشاف والاستكشاف. يعني ذهب الى مكان كان فيه الامراض العقليه، ومعروف على ذلك المكان انه مسكون بالارواح الشريره، ونحن نعرف حتى في ثقافتنا انه البيت لما يبقى غير معمر يعني من طرف البشر يسكنه الأشباح وتسكنه الأرواح الشريرة. واو، يعني قاموا برمي أشياء عليه من الظلام، يعني حجارة من الظلام. وهذا القصة أنا عندي واحد العائلة تاعي، يعني واحد المرأة في العائلة تاعي حكت لنا قصة مشابهة لما كانت صغيرة وقعدت لها في المقبرة ليلا. إن كنتم تريدون معرفة هذه القصة ألقوا لي في الأسفل، قولوا لي زينو احكي لنا قصة فاميلتك ولا عائلتك هذه اللي وقعت لها قصة مخيفة مع الأشباح.
it turns out the thrown rocks weren't the only creepy experience from in that video. Yeah, Joe was playing a game in which he had to guess the faces of YouTubers who had been mixed with the faces of footballers. Someone or something began taunting him. يو يعني كان يريد أن يسجل فيديو داخل هذا المكان المخيف والمريب. طبيعة الحال كان تحدي. ولما بدأ في تسجيل هذا الفيديو يعني حدث له خلل, يعني خطأ, حدث له حس بأمور غريبة وكأنها تلاحقه, يعني شعور بأمور غريبة في مكان هذا. ممكن تكون نفسية تاعه خاف ذلك المكان, ولكن في نفس الوقت يعني ممكن أنه تكون أمور حقيقية وقعت. Seems to call out something like "You all right?" and then seems to shout out the word "Jeez." When the rocks were thrown, they went to investigate, but there was no one there. In a later video, Weller and his friend. يعني لما شافوا أن الحجارة تأتي من ذلك المكان مظلم, شعلوا الضوء وذهبوا إلى ذلك المكان ولم يجدوا أي واحد. Went back to the abandoned asylum, and they still couldn't figure out how the person managed to get away so fast without making any sound. سبحان الله, يعني يعتقدون بأن هناك كان شخص في ذلك المكان المظلم, ولكن طريقة الخروج يعني وسرعة الخروج من ذلك المكان يعني كانت غريبة, لأنه لو كان شخص حقيقي لكان ما قدرش يخرج بتلك السرعة, لأنه جو ويلر صديق رياضيان, وجو ويلر معروف عليه الرياضة ورياضة البوكس, يعني شارك في مباراة البوكس ضد كي اس اي, يعني واحد من أشهر اليوتيوبرز في إنجلترا وأكثرهم ثراء, يعني وبرغم ذلك يعني ما تمكنش من بلوغ ذلك الإنسان الذي رمى عليهم الحجارة. لذلك يعتقد بأنه ليس بإنسان وإنما أمر روحاني وقع. أها. يعني سمعت الأصوات. طبيعة الحال أصوات أيضا معروفة إحنا عندنا أن الأشباح تقوم بوضع أصوات لما تكون في مكان طبيعة الحال مشبوه, وهذا مكان أكثر من مشبوه. يعني يقول بأنه أطفال. وفي هذا القصة تاع الأصوات قسما بالله العلي العظيم عندي قصة حقيقة واقعية عن مكان مشبوه في الجزائر. يعني وقعت القصة لواحد من أقرب الأقارب إلي, يعني حكاها لنا والإنسان كبير يعني عنده أبناء وحكاها لنا, وكنا يعني متفاجئين. يعني سمع مجموعة من الأصوات وكانها أصوات العائلة, ولكن العائلة تاعو كانت غايبة هذاك اليوم. فقال واو, كنا في مكان للاستراحة ومكان للعطلة, يعني ومكان صراحة مخيف. طبيعة الحال يعني يقومون بالتساؤل ماذا حدث, ما الذي هناك. يعني هنا يختلط الخوف بالمرح ب اها. Alex and a few of his friends decided to visit. هذا أيضا يوتيوبر. آها, هذا يعني أيضا ذهب إلى مكان مهجور وغير معمور, ويقولون عنه أنه يعني فيه أمور روحانية. والناس اللي تقول أن المسلمين فقط لأمنوا بالسحر والشعوذة والجنون, أنا أقول لكم أنتم مخطئين. الناس الأوروبيين والمسيحيين والناس أوروبا والناس أمريكا يؤمنون بهذه الأمور بشكل كبير جدا, بشكل واسع بالأمور الروحانية هذه. أها. There's graffiti everywhere, crazy stuff written on the walls, and the building is pretty much falling apart. يو يعني قال لك أن هناك العديد من الأمور المريبة في هذا المكان, العديد من الرسومات على الحيوط, العديد من الخشب المكسر, يعني كان أمر ومكان مخيف جدا. It's been for quite a while alongside Eric and Victor, and they're two random people they just happened to meet on their way to the asylum. At around 9 minutes and 50 seconds into the video, a dad brings his camera up to a window and a door. Through it is a mirror, and it looks like there's almost like a weird face grinning back at him in the reflection. It's really creepy to look at. يعني في أحد أجزاء الفيديو صور النافذة, راح نشوفها مع بعض اللقطة, ممكن راح نشوفها مع بعض. يعني صور نافذة كان فيها ميغواغ, يعني مرآة, وكانوا فيها وجه, يعني راح نشوفوا اللقطة. This in our scary YouTuber videos, but totally missed out on the fact that there was a literal ghost sighting in the video. يعني كان أمر مخيف نوعا ما في هذا الفيديو. This was like a stove or something right here. يعني هذا ممكن مكان. Nice little house. Definitely a nice setup they got going on here. They even got a closet. Imagine if someone just يعني هذه خزانة up here and scream. That's fucking scary. What does that say? هذا it's not crazy. أها, بطبيعة الحال يعيد تشغيل هذا الكليب وكأنه أمر تحرك صراحة. It's not crazy I swear. يعني كاتبين فيه هذا الأمر ليس مجنون قسما بالله, يعني يحلم. المهم وصلنا الى اخر المقطع. يعني ان اردتم الجزء الثاني من هذا المقطع عليكم الى بتعلقوا لي في الاسفل, ديروا لايكات الفيديو وراح اشوفوا الجزء الثاني من هذا المقطع المخيف والمريب نوعا ما. بيس.